لم يتبقى من محمد المفوض في شرطة نينوى سوى ملابسه العسكرية وصوره بعد أن أنهى حياته برصاصة عقب خروجه من السجن بعدة أيام، وذلك لشعوره بالذل والإهانة بسبب ما تعرض له حسب قول ذويه. ما تحمل الإهانة والتعذيب والذل اللي تعرض له فترة حبسه يعني يمدارشون إنه. فهذا الشيء سوى عنده سلسلة من الأشياء المعقدة، مثلاً حالته النفسية تدمرت، لا أكل ولا شرب، ما يتحادث مع أحد، ما يغادر فراشه بسبب الألم والكدمات اللي موجودة على جسمه. يعني كان عبارة عن كتلة خامدة. قلت له بابا إيش بيك؟ ليش ما إيش حالتك؟ قال ابني ذلوني هانوني، أنا ما أتقبل هذا الشيء أبداً، سووا بي شغلات ما أقدر أحكيها. تحكي والدة محمد عن تفاصيل الحادثة. كان في واجبه واستلم مبلغا من النقود كرسوم من أحد المراجعين، وأثناء محاولته إعادة ما تبقى للمراجع ألقي القبض عليه وتعرض بعدها لأبشع أنواع التعذيب. جاء عليه واحد الرسم 5 زدت عليه 25، على ما زدت 25 داين طيل قصور تكلبش محمد، تكلبش هو شؤون نينوى. راح 3 أيام ورا 3 أيام عرضوا على القاضي، القاضي ما قبلها، الله يطول عمره ويهني، دزوا الطب العدلي من الشيء شافوا، من الشيء شافوا حتى عاسكوكو أكو ساعة تقرير عند الطب العدلي. تعذيب شديد واستخدام أساليب مهينة لكرامة الإنسان جعلت من هذا الرجل ينهي حياته تاركا خلفه أما وعائلة بلا معيل، فيما تطالب العائلة بحق ولدها وإنصافه بسبب ما تعرض له. هل عذبوه 5 ضباط معذبينه، يعني بس واحد من الضباط أكد عليه يعني 100% أكد عليه أكثر من مرة، أكثر من طريقة، قال عذبني بطريقة بشعة، لا استخدم لا كيبلات، مستخدم كله بالبواري، ضرب بالبواري حتى على المناطق الحساسة، ذاكرين يعني حتى تشوي بالجقارة على المناطق الحساسة. حاولنا الحصول على رد رسمي من الشؤون ولكن السياقات القانونية لا تسمح بذلك. هذا وتنتظر عائلة المفوض من وزير الداخلية بالوقوف على ملابسات الحادثة وإنصافهم في هذه القضية. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.